بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة موصولة إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام، متابعي نحو دروس تربوية من الحكم والأمثال، أو دروس تربوية في الحكم والأمثال مع ملتقى الدارين، أكاديمية ملتقى الدارين. أرحب بكم مجددا مع مثل وأمثال جديدة في قيمة جديدة من القيم التي نريدها في رمضان وفي غير رمضان. الصدق، الصدق طمأنينة، والكذب ريبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. الصدق قيمة كبيرة جدا نحتاجها بشكل كبير في واقعنا، في أيامنا، نحتاجها في تعليمنا وفي تربيتنا، نحتاجها في واقعنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأدبي وكل أشكال المعاملات في المجتمع. بالصدق بنيت أمم وحضارات، وبالكذب غابت وتاهت وغيبت وضاعت وانقضت أمم وحضارات وأفراد، لأن الصدق قيمة كبيرة جدا أحبائي الكرام. أرحب بكم مجددا مع هذه القيمة الكبيرة جدا التي نقف معها اليوم لنرى ماذا نعني بالصدق، وما أهمية الصدق وقوله في الحياة، أهمية الصدق مع الله ومع الرسول ومع الناس ومع البشر، ما قيمة الصدق في نهضة الأمة، كيف كان الصدق نموذجا ومثلا وحكم يتم تداولها على مر التاريخ. عندنا حكم كثيرة جدا وأمثلة كثيرة جدا حول الصدق، وعندنا ابتداء وانتهاء القرآن الكريم الذي نبه إلى الصدق وطالب به كل من يستمع إلينا وكل من يتعامل مع الناس، إن أراد أن يكون مؤمنا حقا، إن أراد أن يكون إنسان بيحترم نفسه بيحترم ذاته ويحترم الآخرين. الصدق أحبائي الكرام ضمن الدروس والعبر التربوية من الأمثال والحكم، هذه السلسلة التي نتعامل معها، ثم أهداف لقاء بتاعنا ماذا نعني بالصدق. إذا سؤال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على بركة الله. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالراجل الطيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نكمل، نكمل وخلونا نرحب بقى، ما احنا انتظرنا الاخ منصور لحد ما يستقبل الرابط، انما خلوني ارحب بالاستاذه عائشه والاستاذ عمرو وكل من يلحق بنا في هذه الغرفه المباركه، واستاذه شيماء، وبالمره الدعم استاذه خديجه واستاذ منصور. اهلا وسهلا بيكم، اهلا بيكم، اهلا بكم احبائي الكرام، وسامحونا لهذا العطل الفني في رمضان، لانه لازم دول فريق العمل، فما ينفعش فريق العمل اللي يبعت لنا الروابط نتجاهله، يعني لازم نتعاون سويا، وكنا نتحدث عن التعاون بالامس. طيب بارك الله فيكم. ماذا نعني بالصدق احبائي الكرام
بعد الانتهاء من اللقاء من المتوقع أن يصبح المشارك اللي هو حضراتكم قادرا على أن يتعرف على مفهوم الصدق، أهمية قول الصدق، يستنتج ثمار قول الصدق والعمل به في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يتعرف على نماذج من الحكم والأمثال حول الصدق، يتمثل قول الصدق في حياته، ويكون اتجاه إيجابي نحو أهمية الصدق والعمل به في الحياة. طيب، ده كلام جميل وأهداف واضحة جدا للغاية، وقضيتنا اليوم وموضوعنا اليوم حول الصدق. خدوا بالكم كده من الصورة دي، الصورة اللي أمامنا، والرجل الذي يقف في النص. رأيت الصدق يجمع حقائبه، قلت له إلى أين الرحيل؟ قال مللت العيش في مدن كلها أقنعة. المثل أو الحكمة الجميلة اللي بنبدأ بيها الحوار وبنبدأ بيها اللقاء، رأيت الصدق يجمع حقائبه، قلت له إلى أين الرحيل؟ قال مللت العيش في مدن كلها أقنع. هكذا يتحدث الصدق كناية عما يراه في واقع تعليمي وواقع سياسي وواقع اجتماعي وواقع اقتصادي. يرى المجتمع قد حاد عن بوصلة الحديث عن الصدق في المعاملة، صدق الأستاذ في الصف، صدق الأستاذ في الجامعة، صدق الشيخ في المسجد، صدق الرجل في الشارع، صدق الناس مع في بيوتها، صدق المجتمع مع بعضه البعض. هناك حالة من الخلل أحدثت هذا الشرخ، وزادت من أقنعة للأسف الشديد ترتدي ثياب الكذب أحيانا والنفاق أحيانا، ولا تبحث عن الصدق في مكانه. إن شاء الله اسمعوا أمثلة رائعة، ولكن علينا ابتداء أن نذهب إلى هذا المشهد الرائع الجميل، وهو تعريف الصدق. لو سألت حضراتكم هذا السؤال، ماذا نعني بالصدق؟ بسألكم ماذا نعني بالصدق؟ أكيد هتجاوبوا مطابقة القول للواقع، كده ولا ايه؟ مطابقة القول للواقع، زي ما أقول زي ما أعمل، مش كده؟ وهو أشرف الفضائل النفسية والمزايا الخلقية لخصائصه الجليلة وآثاره الهامة في حياة الفرد والمجتمع. الصدق أحبائي هو زينة الحديث ورمز الاستقامة والصلاح وسبب النجاح والنجاة، لذلك مجدته الشريعة الإسلامية وحرصت عليه قرآنا وسنة. إذا الصدق مطابقة القول الواقع والعمل. لم تقولون ما لا؟ ها؟ أنتوا معايا ولا لا؟ الناس. طيب، أنا سألت سؤال ماذا يعني الصدق؟ وجاوبت أنا وانتظرت تجاوبوا معايا، محدش جاوب. أيوه. تفعلون. شكرا جزيلا. القول يصادق الواقع. أحسنت يا شيماء. ان الانسان يكون صادق مع الله ومع الناس ومع نفسه، مع الله ثم مع نفسه ثم مع الناس، هكذا هو الترتيب. طيب، قال تعالى، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. زمر الآية 33 و 34. آية أخرى،
قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. شفت جزاء الصادقين عند ربنا سبحانه وتعالى؟ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. إيه بقى ثوابهم؟ إيه؟ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب. طب واللي بيجي بالصدق ويصدق به، هذا هو عند الله هو المتقي، التقي يوم القيامة. لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم ارزقنا الصدق والعمل به يا رب العالمين. نعوذ بك من الكذب والرياء والنفاق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله، آية رائعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، نداء للكل، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلنا مع الصادقين يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. بعدين قال صلى الله عليه وسلم، حديث رائع ونخلة جميلة: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب كذابا. شفت بقى واقع الكلام صلى الله عليه وسلم. الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، الرجل يصدق حتى يكتب صديق، خلاص بقى لازم عنده. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب كذاب. مرة في درس من الدروس أتاني شاب واحد كده، قال لي، كنت بتكلم على التربية، قال لي: أنا عندي مشكلة كبيرة جدا. قلت له: خير؟ قال لي: أنا شغال مندوب مبيعات واعتدت الكذب، حتى أصبح الكذب في حياتي كلها، لا أستطيع أن أفعل أي شيء إلا بالكذب، وكلما حاولت أن أتحرر منه فشلت، وحاسس إن أنا عاجز، وفضل يبكي مش قادر، فماذا أفعل؟ طبعا أصبح مرض، بعد أن كان عرض أصبح مرض، زي الطفل كده صغير من 3 سنين ل6 سنين يبدأ يتخيل، فلما يتخيل يكذب، فلما يكذب الأب والأم يقولوا: أنت كذاب. ما يعرفوش إن دي مرحلة تخيل، بيسموه كذب التباسي، تلتبس عليه الأمور، مش قادر يعرف ده إيه من إيه، فاللي حواليه بيأكدوا عنده إنه كذاب، فيبدأ خلاص يبقى كذاب، أنا كذاب، يبقى خلاص بتقوله كده يبقى خلاص، ويطلع كذاب ويكذب. أو لأنه أبوه بيكذب وأمه بتكذب والمحيطين حواليه بيكذبوا، فيبدأ يحاكي ويقلد الآخرين، أو إنه يكذب فيبدأوا يضحكوا يتبسطوا يقولوا له: يلا قول، هل من مزيد؟ فيبدأ يؤثر ويحق هذا الأمر. وبالتالي الصدق مهم في تربيته لدى الأطفال ابتداءً، وتربية الأبناء في المدارس عليه، ووجود القدوة والنموذج في البيت وفي الجامع وفي الشارع وفي الإعلام وفي كل مكان، لأنه يهدي إلى البر. إذا أردتم مجتمع بار، وإذا أردتم الجنة في الدنيا وفي الآخرة، فلا بد وأن تعم فضيلة وقيمة الصدق في الحياة، حتى لا يكتب الكذب عنوانا للمجتمع، لأن عنوان الكذب الفجور. شفت مجتمع فاجر، والفجور يهدي إلى الفوضى في الدنيا، ويهدي إلى التخلف في الدنيا، ويهدي إلى الضياع، ويهدي في الآخرة إلى النار. وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذابا، تلاقي مدير كذاب، ومدرس كذاب، وأستاذ جامعة كذاب، وعميد كذاب، ورئيس جامعة كذاب، ووزير كذاب، ورئيس كذاب، كله عمال يكذب على بعضه، لأنه مجتمع، مجتمع يسلم بعضه البعض، لأنه
إذا كان شعاره الكذب حدث ولا فوضى عن كل أشكال الفوضى. نسأل الله السلامة، نسأل الله العفو والعافية. تعالوا مع بعض بعد هذا الحديث المؤثر جدا الذي نحفظه جميعا ويدرس. بيقول هنا ايه الشيخ علي طنطاوي، اظن: متى يجيء اليوم الذي نتكلم فيه كلام الشرف ونعد وعد الصدق وتقوم حياتنا على التواصي بالحق؟ كلام جميل. متى يجيء اليوم الذي نتكلم فيه كلام الشرف ونعد وعد الصدق وتقوم حياتنا على التواصي بالحق؟ وتواصوا ايه؟ بالحق وتواصوا بالسلام. المعادلة الجميلة. وقديما قالوا أحبائي الكرام، حلو قوي ده، ركزوا فيها: الصدق مطية لا تهلك صاحبها، وإن عثرت به قليلا، وإن عثرت به قليلا. والكذب مطية لا تنجي صاحبها، وإن جرت به طويلة. ثواني. عفوا أحبائي، كنت أغلق الهاتف يعني. قديما قالوا: الصدق مطية لا تهلك صاحبها، وإن عثرت به قليلا، والكذب مطية لا تنجي صاحبها، وإن جرت به طويلا. فاكرين الحكاية اللي عارفينها زمان؟ حرس الملك بيجري ورا واحد، طبعا نازلين ظلم في الناس، فبيجروا ورا واحد بيقبض عشان يمسكوه ويموتوه يعني. فالراجل جري في السوق، لقى راجل بيعمل الخيش ده وبيعمل البوص اللي بيعملوا منه الحاجات اللي بيشيلوا فيها يعني. فقال له: يعني ساعدني واجعلني اختفي عندك. فقال له: خلاص انزل تحت الخوص ده، انزل استخبى استخبى انا. فنزل واداره، وشويه بقى جايين التانيين شايلين السيوف. وقف قائد الحرس قال له: يا رجل، هل مر بك رجل يجري هنا؟ شفت واحد بيجري من هنا؟ قال له: ايوه نعم، انه يوجد تحت هذا الخوص. فنظر اليه استهزاء وسخريه، ثم نظر الى جنوده وامرهم بالانصراف، ظنا منه انه يعني بيتريق عليه يعني. طبعا صاحبنا نايم تحت الخوص ده عرقان ومش قادر ياخد نفسه، وخرج هيطبق في زمارة رقبة التاني وزعلان منه كأنه يعني بيسلمه للملك. قال له: بقى أنا أقول لك داريني، خبيني، تقوم تقول لهم آه موجود هنا؟ قال له: يا رجل، أما علمت أن الصدق منجاه؟ أما علمت أن قول الصدق منجاه؟ فشفت هنا المثل ده أو الحكاية دي أو القصص السريعة دي تؤشر على هذا القول: الصدق مطية لا تهلك صاحبها، وإن عثرت به قليلا، يعني شوية هيضايقوه شوية هيزعلوه. والكذب مطية لا تنجي صاحبها، وإن جرت به. في حكاية عن الحجاج بن يوسف الثقفي، كان في راجل مشهور قوي عنه بالصدق، وكان الحجاج بن يوسف بيدور على 2 من ولاد الراجل دول من الناس المناوئين له المعارضين له. فبعت الحراس قالوا له: والله هذا الرجل عايز تعرف ولاده فين، هاته واسأله، لأنه لم يكذب قط. فبعت جابه وقال له: أين ولداك فلان وفلان؟ قال: إنهم في البيت عندي. فارتجف الحجاج وقال: والله لقد عفوت عنهما بفضلي وبكرم صدقك، لأنت إنسان صادق، أنا عفوت عنه خلاص، ولن ينالوا مني أي شر. فشفت الجميل. بينما الكذب، شوفوا ما عنوان الحلقات يا جماعة بتاعتنا، لازم نستفيد. الله يكرمكم، انتوا بتدخلوا مضيع وسايبين وقتكم وسايبين مصالح البيت والمطبخ والحياة وقاعدين، لازم نتأمل في البعد التربوي لهذه الكلمات. أما تاخد بوست زي ده وعبارة زي دي وتكلم فيها وتدرسها،
يجب انك تخرج بالدروس المستفادة. الصادق بيتعب في حياته في الدنيا، بيلاقي ناس تقرفه وناس تتعبه وناس تضايقه وبتظلم وبيقهر وبيساء لشخصه وبيطعن في عرضه بيتعرض لآلام وويلات كثيرة جدا، ولكن في النهاية هو لا يهلك. لماذا؟ لأنه في الآخرة كما استمعنا إلى الآيات هو مع الصادقين، وفي الآخرة هو من أهل الجنة، مش كده؟ بينما الكذب مطية لا تنجي صاحبها، يركب الكذب كذاب وإن جرت به طويلة. اعرف إن نهاية الكذابين لازم تكون مذلة في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله، لأنها لن تطول به. وإن جرت به طويلة وبدأ ظاهر الأمر إنه بيكسب ويكسب ويكسب، اعرف إنه هذا الرجل يجب أن يقع في شر كذبه، ولن يخرج من الدنيا إلا ذليلا ويعني مصابا بكل الآلام. طريق الكذب قصير كما تقول الحديث. نعم. طيب تعالوا نشوف بعض الأمثال والحكم. ركزوا بقى معانا. ازرع الصدق والرصاء والرصانة، من رصين يعني، تحصد الثقة والأمانة. ايه رأيكم في المثل ده؟ حلو كده؟ جميل، ياخد نجمة. ازرع الصدق والرصانة تحصد الثقة والأمان. يعني أنت لو بتعلم الطفل وهو صغير إزاي يبقى صادق، مش تقول له بابا تليفون، بابا ما هون، مش هون، لا تقول له هو هون موجود، عشان هو هيطلع يعمل زيك. ازرع الصدق والرثاء والرصانة، الصدق في رصانة، تحصد الثقة والأمانة، يبقى واثق فيك. ما هو ما يطلع الأب بيكذب ابنه يستهفه يعني، أو يستخف بيه، وفي نفس الوقت مع الوقت يسرقه ويكذب عليه، ولن يكون أمين في رده. عملت كذا يا ولد؟ لا ما عملتش. إنما ما تقول له عملت كذا يقول لك نعم لقد فعلت كذا وكذا، مش كده؟ أيوه، ازرع الصدق والرصانة تحصد الثقة والأمانة. أحبائي الكرام، درس تربوي رائع ومهم جدا. أيضا درس آخر في مثل آخر وفي قيمة أخرى، الإيمان، أن تؤثر الصدق حين يضرك على الكذب حين ينفعك. الله، المؤمن بجد الذي يؤثر الصدق حين يضره، يعني هيصدق بس هيؤذوه، هيبهدلوه، وهيتضرب وهيتشتم وهيهان وهيحبس وهيذل وقد يقتل، ولكنه صادق على الكذب حين ينفعك. ممكن يكذب ويلاقي منصب، يلاقي جاه، يلاقي مكانة، يلاقيه بقى من كذابين الزفة، يلاقيه بقى له مكانة، بس بيكذب، هو كذاب ويتحرى الكذب في كلامه ونفاقه ورياؤه، ولكنه هيهات بعيد كل البعد عن الإيمان. يبقى ما تعلم الأطفال وتعلم الناس الدروس دي، تتعلم للولاد الصغيرين، خدوا بالكم، الإيمان أن تؤثر الصدق حين يضرك على الكذب حين ينفعك. يا سلام، أولى رائعة. طيب لدينا أمثلة كثيرة وحكم كثيرة جدا حول هذا الموضوع. الله الله، اكتب وسجل عنك. ادي نجمتين او مش نجمة واحدة، نجمتين. ليس من أغراك بالعسل حبيبا، بل من نصحك بالصدق عزيزا. ليس من أغراك بالعسل حبيبا، بل من نصحك بالصدق عزيزا. لينصحك انك تبقى صادق، هو ده العزيز وهو ده الحبيب وهو ده اللي بيبقى. ها؟ انما اللي بيديك العسل ويضحك عليك ده موضوع تاني، لا مش ده خالص. ليس من اغراك بالعسل حبيبا، بل من نصحك بالصدق عزيزا. نعم، جميلة اوي. شكرا استاذة خديجة، ربنا يحفظك. الله على دي، الله
الله، بسيطة وسهلة جدا. الصدق عز والباطل ذل. شفت بقى ازاي؟ الصدق عز والباطل ذل، والباطل لا يدوم، لا يدوم، وإن بدا ظاهرا أنه إيه، عامل زي الخفافيش كده. الصدق عز والباطل ذل، واللي بيمارس الباطل ربنا سبحانه وتعالى بيجعل حياته، يجعل عيشته ضنك، ويحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الصدق عز، الباطل ذل، العكس على طول. يلا عشان نشوف حكاية جميلة قوي. الله الله، على ده منظر جميل. الله الله، ولو كل التحية والله. اهو مين اهو، احسنت يا خديج. شعور داخلي غير مريح. مين اللي برجعنا تاني الاول شريحة ده؟ ده كلام. ايوه الصدق، الصدق مثل خيط المسبحة، إذا انقطع تناثرت كل فضائل المرء. يا سلام، ما أجمله وما أروعه وما أجمل من نظمه ووضعه في هذا الشكل. جميل. الصدق مثل خيط المسبحة، إذا انقطع تناثرت كل فضائل المرء. تخيل كده واحد في المسجد وعمال يسبح، وفجأة الحبل بتاع المسبحة قديم أو متهالك أو نوعه مش كويس، وهوب انفرطت. تلميها ازاي؟ ها خلاص، كل سنة وانت طيب، راح انتهى. وشوف الجهد اللي هتبذله بقى ايه، خلاص بيرميها وصفع وتخير، خلاص يبقى يجيب غير. تناثرت كل فضائل المرء. حاجة، خيارات رائعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. صححه الألباني عليه الصلاة والسلام. الله على الرسم الجميلة. الصدق، أصدق الله يصدقك، خليك صادق مع ربنا، ربنا سبحانه وتعالى لا يخذلك. أيضا الحكاية دي رائعة، اسمعوها بقى. قال أبو عبد الله الرملي: رأيت منصور الدينوري في المنام. واحد شاف واحد في المنام، قال له: ماذا فعل الله بك بعد ما مات يعني؟ قال: غفر لي ورحمني وأعطاني ما لم أؤمل، أؤمل يعني ما لم أؤمل، الحاجة اللي بتمناه، اللي نفسي يعني اللي كان نفسي فيها وبأملها، ربنا أعطاني أكتر منه. قلت له: أحسن ما توجه العبد به إلى الله، أفضل حاجة ربنا يتوجه بها العبد إلى الله إيه؟ ما هو بيسأله بقى، هو خلاص في الدار الآخرة. قال: الصدق، وأقبح ما توجه به الكذب. يبقى الحكاية منام، رؤية، واحد شاف واحد مات من الصالحين في المنام، فبقول له ربنا عمل ايه بك؟ قال له: غفر لي ورحمني واعطاني الحاجات اللي انا يعني كان نفسي فيها وكان عمري ما تمناها وتمنيتها، ربنا اعطاها. قال له: طب احسن حاجة تنصحنا بيها، احسن حاجة العبد يتوجه بها الى ربه ايه؟ نصيحة يعني. قال: الصدق. قال له: اقبح ما توجه به الكذب. يبقى دي رسالة مهمة، في رؤية جميلة على لسان الصالحين، وما أكثر الصالحين. نعم. طيب تعالوا نشوف القصة الثانية،
الحكاية الجميلة دي. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. حدوتة يعني، مش انتوا خلاص قلتوا قول لنا حدوتة كل يوم، قول لنا حكاية يعني. طيب لكم حكاية. الشيخ عبد القادر الجيلاني وهو طفل صغير ومشهور عنه بالتقوى وأنه من الصالحين ومن الأولياء، أولياء الله الصالحين الذين يعرفون مقام هذا الدين، ومن المتواضعين المعروفين. عبد القادر الجيلاني كان طفل، فبيقول إنه في يوم من الأيام وهو طفل صغير غلام خارج إلى مكة، خارج من مكة إلى بغداد يطلب العلم، فأمه أعطيته، والدته أعطيته 40 دينار، وقالت له أوعى تكذب، وعاهدتني على الصدق. ولما وصل هو والقافلة اللي هو راكب معاها إلى أرض همذان أو همدان، خرج عليهم عرب لصوص يعني، فأخذوا القافلة، فمر واحد منهم وقال، بيمر على الناس اللي في القافلة ويسألهم معاك ايه، انت معاك ايه، معاك كام دولار، معاك كام ريال، معاك كام دينار، معاك كام جنيه ذهب، حسب العملة يعني. فأياميها كان الدينار هو اللي موجود. ما معك؟ اسأله يعني. قال له 40 دينارا. فظن أنه يهزأ به، في واحد حرامي بيسأل واحد معاك كام، يقوم يقول له أنا معايا قد كده. فقال له أنت بتتريق عليا؟ ها؟ فتركه، فرآه رجل آخر فقال ما معك، حرامي تاني يعني سأله، فقال له 40 دينارا، معايا 40 دينار. فأخذوا إلى الأمير بتاعهم، خدوا رئيس العصابة لشيخ المنصب حرامي الكبير، فأخبره، فقال ما حملك على الصدق يا بني، ما حملك على الصدق؟ قلت عاهدتني أمي على الصدق، فأخاف أن أخون عهدها. فصاح الرجل شيخ الحرمية يعني، فصاح باكيا وقال أنت تخاف أن تخون عهد أمك، وأنا لا أخاف أن أخون عهد الله. أنت خايف إنك تخون عهدك بأمك، وأنا لا أخاف أن أخون عهد الله. ثم أمر برد ما أخذوه من القافلة وقال أنا تائب لله على يديك. فقال من معه؟ حرمية، أنت كبيرنا في قطع الطريق، قطع الطرق، وأنت اليوم كبيرنا في التوبة، فتابوا جميعا ببركة الصدق وسبب. الحكاية دي حكاية جميلة أوي، تحكوها لأي حد بتقابلوه أو أي حد تتكلموا معاه، احكوها لهم، حكاية جميلة ورائعة وفيها دروس رائعة، دروس تربوية للصدق، رائحة لا تشم بالأنوف ولكن تحس بالقلوب، أو تستشعرها القلوب، تحسها القلوب. الصدق ريحته مش بتتشم بالأنف ولكن بتتحس بالقلب. للصدق رائحة لا تشم بالأنوف ولكن تحس بالقلوب. الكلام إذا خرج من القلب وصل القلب، وإذا خرج من اللسان لا يتخطى الأذان. وهذا أحد أسباب ضياع وغياب التربية في المدارس والجامعات وفي المساجد. الداعية يخاف، الداعية لا يتحدث بالحق، ولهذا يقف خلفه الناس يصلوا لا يشعر وراءه بأي خشوع، لأنه لا يخشى الله، إنما يخشى العبد ولا يخشى الرب، فتراه جبان ضعيف خايف يرتجف، ولهذا لا ترى من حوله يستشعر بقلوبهم ما يقرأ. المعلم في الصف نفس الحكاية، المعلم في المحاضرة نفس الشيء،
هكذا رائحته غير موجودة، رائحة الإحساس بالمشاعر غير موجودة لأنه غير صادق فيما يقول. طيب مثل آخر أحبائي الكرام، قال بعض الحكماء حكمة جميلة مع الرسمة الرائعة دي، الرسمة الجميلة التي تعبر عن البادية وعن المنظر الرائع. قال بعض الحكماء: الصدق عز والكذب خضوع. وقال بعض الحكماء: الخرس، إنك تبقى أخرس متتكلمش، خير من الكذب، وصدق اللسان أول السعادة. تعالوا نحيي اللي قال هذا الكلام. انك تبقى اخرس افضل من انك تكذب، اسكت احسن. وصدق اللسان اول السعاده، ولا يؤدي الناس الى جهنم الا حصائد السنتهم. الله، نسال الله السلامه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الصادق الامين عليه الصلاه والسلام. ان الصدق يهدي الى البر. شوفوا الرسمه بتاعتها جميله، الخط بتاعها كأن واحد كاتبها بخط ايده، جميل، والورد طالع اهو، كنايه عن البر، كنايه عن الشجره. امال ايه؟ وبعدين قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ تخيل الوقت صلى الله عليه وسلم، تخيل الجهاز الإعلامي الذي نحيا به ونعيش معاه، ما يصدره من حصاد سيء يلقي بمن يقول في النار والعياذ بالله. كم من الكذبات تصدر، كم من الكذب يصدر إلى أذهان وعقول وقلوب الناس ليل نهار، كم من الافتراء على خلق الله وعلى العباد يصدر عبر وسائل الإعلام. ثم نأتي نقول علينا أن نتحدث بصدق، علينا أن نتكلم بصدق. لا يجوز المشهد أن يتم تقسيمه، المشهد كامل، تربية في البيت، تربية في المسجد، تربية في الشارع، تربية في النادي، تربية في الجهاز الإعلامي، الكل يخدم على تحقيق هدف واحد وهو أن الأمة تكون صادقة. أما أن نجزئ فنتحدث عن التربية في البيت ويكون الشارع كذوب والنادي كذوب والإعلام كذوب وفي المسجد تصدر الفاعل. وهل يكب الناس في النار، أو هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا نموذج مهم، وهذا درس تربوي في غاية الأهمية أيضا أحبائي الكرام، يجب أن يكون واضح عندنا. الله على هذه الرسمة الجميلة، الواد النونة ده الجميل ده لونه أصفر ده اسمه إيه؟ صادق. الصادق ده بيعيش سعادة في دنياه كده. ايوه، انه صادق، صادق يعيش السعادة في دنيا. ويجي المعلم يرسم واحد زي كده ويقوم كاتب جنبه سعيد وصادق، تحب تختار نوع من ده؟ زي البازل كده، يقول له انا اختار ده، ويجيب واحد تاني حزين مكتئب وشه مكشر ويكتب كده جنبيه كاذب غير سعيد أو حزين ويقول له وصل يلا. الصادق ياخد السعيد والكاذب ياخد الحزين. يبقى ده درس جميل أهو في التدريس، والولد الطفل يوصل ده بده، يوصل المبتسم بالصادق ويوصل الحزين بالكاذب، مش كده؟ مش احنا هنا بنعلم أو بنربي، ولا احنا بننقل؟ مش بننقل. لو بننقل هنقول لكم يلا روحوا اتفضلوا الموضوع اول، واتفضلوا روحوا قروه واستفيدوا منه. ده مش دوري ده ابدا، يعني انا دوري ان انا اقف
عند البعد التربوي لما نقرأه ولما نقوله ولما نعرضه وننتقي ما يجب أن يعرض. الصدق منجاه. جميل. مثل، حتى في مثل آخر يقول لك لسان العلم الصدق، والصدق يوجب الثقة، والصدق أقوى الأدلة. وإيه تاني؟ الصدق يحررك، مش كده ولا إيه يا أخ عمرو؟ الصدق ربيع القلب، الصدق دعامة العقل والقلب. قل الحق ولو كان مرا. الله على دي أمثلة جميلة أهي، رجعها لكم تاني كده أهو عشان تبقى واضحة قدامكم أهي. الصدق يحررك، الصدق ربيع القلب، دعامة العقل، قل الحق ولو كان مرا. ماشي يا أخ منصور، أنت معانا ولا لأ؟ منصور، طيب حلو اللف ده، كويس. جميل. الصدق عز والكذب مذلة. اللي جاية دي بقى جميلة أوي. من قل صدقه قل صديقه. اللي بيقل الصدق بتاعه اصحابه يبقوا قليلين، اصدقائه الصديق اللي بجد. ولا خير في الصدق الا مع الوفاء. ما ينفعش تقول فلان صادق الا اذا كان عنده وفاء. لا خير في الصدق الا مع الوفاء. جميلة قوي، صح يا شيماء؟ ايوه. بعدين ازرع الصدق والرصانة تحصد الثقة والأمانة، قلناها دي. الصادقون في عواطفهم لا يبالون بالمظاهر. الله، جميل، رائع. لا يبالون بالمظاهر، صادق في عاطفته وبالتالي لن يبالي بالمظاهر. الصدق أحبائي ربيع القلب وزكاة الخلقة وثمرة المروءة وشعاع الضمير. ادوها كام تحية دي؟ ها؟ جميل. ربيع القلب، زكاة الخلقة، ثمرة المروءة، شعاع الضمير. اكتبوها وسجلوها وانشروها. انشروا الحاجات دي. انتوا دوركم كجهة إعلامية ليس النشر فقط اليوتيوب، وإنما نشر البوست، نشر هذه المواد. انشروها، انشروها على صفحاتكم، انشروها على الصفحات الكبيرة، وبقوا عرفونا إزاي هذه الصور تدخل تبقى ضمن الصور الموجودة في جوجل. يعني أما تيجي تبحث عن صورة في جوجل تبقى الصور دي موجودة، تروح إزاي؟ انتوا بقى أدرى والجماعة اللي في مجال التكنولوجي بتاع الويب يعرفونا بعد ما أنشرها على صفحتي كصورة، كيف توضع في محرك البحث. لمجرد ما يكتب الصدق تطلع هذه البوستات أو هذه الكلمات وهذه الأمثلة الجميلة لنسري بها حقل الصور، فنحيد ما هو رديء ونبعده، ثم نعلي من شأن ما هو قيمي وأخلاقي، ويبقى هو ده اللي موجود في محركات البحث. يستفيد بيه المعلم في الصف، يستفيد بيه الداعية في المسجد، يستفيد بيه أي حد اشتغل في مجال التدريب أو في مجال التدريس. إيه رأيكم؟ شوفوا هي بتتعمل إزاي. أنا معرفش، صور كثيرة جدا، الدروس اللي فاتت كلها فيها حاجات مستعينين احنا بما هو موجود في محرك البحث، واضفنا ما لدينا من حكم وامثال واحاديث وايات يجب ان تكون موجوده زيها زي اللي بنستفيد منها. هذا امر مهم لمن استطاع ان يبادر ويكون له دور فيه ان شاء الله. الله. الصدق ميزان الله الذي يدور عليه العدل. ميزان ربنا سبحانه وتعالى اللي بيدور حواليه ومن خلاله العدل، عشان يقول لبني البشر أنا عادل.
وبالتالي لا يجوز الكذب في الدنيا على الناس ولا على قضاة الأرض، لأن قاضي السماء موجود. بينما الكذب مكيال الشيطان الذي يدور عليه الجور، يبقى اللي يجور ويظلم يبقى كاذب، وكتب من الكاذبين، بل من أتباع الشيطان. الصدق ميزان الله الذي يدور عليه العدل، والكذب مكيال الشيطان الذي يدور عليه الجور. نعوذ بالله من الكذب ومن الجور. اللهم آمين اللهم آمين. في مثل جميل أيضا هنا قبل ما أختم أقوله لكم: لا خير في الصدق إلا مع الوفاء. للصدق وجه وللكذب ألف وجه. خير مفاتيح الأسوار الصدق. عايز تفتح السور، كن صادقا. الصدق بين المهابة والمحبة. الكذب داء والصدق شفاء. الصدق عز والكذب مذلة. قلنا ده. والصدق معشوق العقلاء. والصدق شعاع الضمير. ومفتاح الأمور الصدق. ومن صدقت لهجته ظهرت حجته. ومن عرف بالكذب لم يجز صدقه. واحد عارف انه كذاب، اعلامي عارف انه كذاب، تقوم تيجي في يوم تقول اه اصله بيقول الصدق، ده هو خلاص هو كذاب، استاذ كذاب، يبقى تنتظر منه ايه؟ من عرف بالكذب لم يجز صدقه. ما ينفعش. امثله شفت كثيره ازاي؟ والكلام الصادق لا يحتاج الى قسم. مش محتاج انك تقسم. يعني انت لو صادق مش محتاج تقول اقسم بالله العظيم انا اقول للبتاع ده، اقسم بالله العظيم انا اقول لكم ان المحاضره اللي جايه عنوانها كذا، اقسم بالله العظيم الدرس اللي فات ده ما كانش كذا. الكلام الصادق لا يحتاج الى قسم. اكتبوها دي حلوه ومهمه. والصدق عمود الدين وركن الأدب وأصل المروءة. لا مش مكتوبة يا خديجة، ده أنا بقرأها، أنا أقرأها ليكو يعني، بقول اكتبوها، بقول نكتبها يعني. الكلام الصادق لا يحتاج إلى قسم. حكم لم أكتبها يعني، حكم لم أسجلها. أيوه. والصدق عمود الدين وركن الأدب وأصل المروءة. يلا. ربنا يبارك فيك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا مع الصادقين، وألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعنا ولا تعن علينا، اللهم اجعل بلدنا وبلاد المسلمين أجمعين أمنا أمانا سخاء رخاء يا رب العالمين، اللهم انشر الصدق فيها واجعله خلقا لأهلها وللقائمين عليها في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا ومنكم الصيام والصلاة والقيام وصالح الأعمال. بارك الله فيكم، أتابكم كل خير، دمتم على خير، ونلتقي إن شاء الله على خير في أمان الله. أستودعكم الله. يفترض إن عندنا يبقى في دقيقتين نعلق على الموضوع وتكتبوا آراءكم بأريحية وبصدق، ونعلق لنقول ترى ما الدروس التي استفدناها من اللقاء.
ويفترض من ضمن اللقاء أن يسمح ليكو بالتعليق الصوتي، وهذا ما طلبته في مرات كثيرة جدا، أن أنا أسيب 5 دقائق من الوقت، إذا كان لقاءنا ساعة يبقى 10 دقائق للذين يشاركوا معنا بأن يعلقوا على الموضوع فيضيفوا وهكذا. هذا أمر مطلوب يا جماعة، مطلوب ألا يكون الحوار حوار من طرف واحد، رغم يقيني وأنا في كل مرة بسأل وأنتوا بتكتبوا وبتجاوبوا أنا ببقى مبسوط، لأن ده جزء مهم من الحوار الفعال، وجزء مهم من أدب الحوار، وجزء مهم من المناقشة الفعالة، وجزء مهم من التعلم النشط، إن أنا ما بقاش بس عمال أعرض وأنتوا قاعدين تسمعوا، لأنه في قاعدة بتقول إنه بعد 20 دقيقة 30 دقيقة أقصى حاجة حضراتكم بتفصلوا مني، وأنتوا مش قدامي الآن أنا شايفكم. ولهذا لكي أطمئن إن الدرس وصل وحقق المطلوب منه لازم أسأل، وجزء من السؤال إن أنا أقول استفدتوا إيه؟ فاللي عايز المايك نديهوله، أهي خديجة قالت أهو، اللي عايز المايك يا جماعة ياخده، بس مش ياخده وما يرجعوش تاني، لا يرجعه لنا يعني. اللي ياخد المايك ما يمسكش فيه كده ويثبت فيه جامد، ها؟ ويقول ادوني فرصتي وياخده ويمشي، لا يدينا المايك تاني. اللي عايز المايك يعلق كده. شيماء هي بتقول الصدق هو عنوان الإسلام وأساس الدين. شكرا يا شيماء، ممتازة، ربنا يحفظك. من يعلق أيضا؟ عائشة تؤمن على هذا الكلام وتقول صحيح. هل يوجد تعليق آخر لديكم؟ الصدق خلق المؤمن والكذب هو خلق المنافق. كويس التعليقات الجميلة دي. الصدق يدرس بالسلوك والفعل وليس بالكلام فقط، مش كده؟ آه أنا وأنا وكأني ختمت، ولكن استدعيت هذه القصة أحبائي، سامحوني يعني في دقيقة، ربنا يحفظكم. أنس بن مالك قال عمي أنس بن النضر، سميت به، سموه على اسم عمه أنس يعني، قال لم يشهد بدر مع الرسول صلى الله عليه وسلم فكبر عليه، كبروا عليه يعني، أنت إزاي ما حضرتش بدر؟ فأنس ابن النضر قال أول مشهد قد أشهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا غبت عنه اللي هو بدر، أما والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله ليرين الله ما أصنع، لو ربنا اداني فرصة وسمح لي أن أكون مع الرسول في غزوة أخرى لأريه ما أصنع، هيشوف مني أنا هعمل إيه. فهذا أن يقول غيرها، فشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد من العام المقبل أنس بن النضر، فاستقبله سعد بن معاذ فقال له يا أنس، فقال له أنس يا أبا عمرو إلى أين؟ قال واه لريح الجنة، أو لريح الجنة أجدها دون أحد، يعني أنا شامم ريحة الجنة في أحد. فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. قالت عمتي الربيع بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا في سورة الأحزاب. هذا النموذج لأنه قال لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله ليرين الله ما أصنع، فنزلت الآية. طبعا بذل وأعطى وقتل شهيدا، فنزلت هذه الآيات التي ذكرناها والتي وددت أن نختم بها. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير، إلى اللقاء إن شاء الله في أمان الله. لا تنسونا من الدعاء، ولا تنسوا إخوانكم في كل مكان يظلمون فيه، تدعوا لهم وخصوا بالدعاء إخوانكم في فلسطين في غزة الذين يقتلون بلا ذنب ولا جريرة، ويصمت من صمت ويأبى من يأبى، ولكن لا يصمت قلب المؤمن أبدا، فإن صمت الفم ف
فلا بد وبالقلب أن يدعو لهؤلاء، ادعو لهم ولجميع المضطهدين في كل أنحاء العالم بالنصرة. اللهم آمين يا رب العالمين. على خير نلتقي وعلى خير التقينا، في أمان الله أحبائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.